أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، لنا أقارب يكون عندهم مناسبات وزواجات في القصور، وفي بعض الأيام أو في بعض الزواجات يكون هناك مخالفات، فما حكم حضور هذه المناسبات؟ مأجورين؟ المناسبات التي فيها منكرات لا يجوز حضورها إلا لمن يقدر على إزالة المنكر. إن كان يقدر على إنكار المنكر وإزالته فإنه يجب عليه الحضور وإجابة الدعوة، ومن كان لا يقدر على ذلك ولا يقبل منه فلا يحضرها. نعم.